كمان حصلت حملات استعماريه ضخمه جدا من بدايه القرن ال 15 ولحد القرن ال 21 اللي احنا موجودين فيه. على مدار التاريخ الانساني كان بيحصل نوع من انواع الغزو ونوع من انواع الحروب، لكن الحروب دي خدت شكل مختلف في العصر الحديث، بقت اكثر فتكا ودمارا. الحملات الاستعماريه اللي حصلت في العصر الحديث هي كانت اكبر عمليه نهب منظمه كما يصفها الطيب وعزه، اكبر عمليات نهب وسرقه منظمه في التاريخ، واكبر عمليات اباده جماعيه في التاريخ. زي مثلا السكان الاصليين في الامريكتين حصلت ابادات بالملايين، الملايين منهم البعض بيقدر الاعداد ب 100 مليون واكثر من 100 مليون تم ابادتهم بكل الطرق اللي تتخيلها، بالاسلحه الناريه وبالاسلحه البيولوجيه، ان هم يعطوهم اقمشه معينه او بطاطين معينه فيها طاعون فيصيبوهم بالطاعون، ابادات جماعيه. فحصلت حملات استعماريه شديده القبح، ولسه للاسف شايفين مظاهر ليها موجوده في العصر او في اللحظه اللي احنا عايشين فيها حاليا. كان الدافع ليها هي الرغبه في تحقيق الارباح الماديه والماليه باي ثمن. هنروح نستولى على ثرواتكم بالقوه وبالقهر، وهنشغلكم عندنا فنوفر ايدي عامله ببلاش، وبعدين نبيع لكم المنتجات سوق ببلاش برضه. وغياب القيم برضه ادى لنفس الموضوع ده، ده غير التقدم المادي اللي خلى فيه اسلحه فتاكه تظهر ويبقى فيه عند الانسان قدره على التدمير اكتر من الاول بكتير. الدول الاستعماريه ديت لما خلصت استعمار في العالم ما لقوش حاجه يعملوها، فقاموا رايحين محاربين بعض. قامت الحروب العالميه زي الحرب العالميه الاولى، مات فيها من 15 ل 20 مليون بني ادم، واللي بيقال ان هي لعبت دور اساسي بعد كده في انتشار الانفلونزا الاسبانيه اللي موتت قرابه ال 100 مليون بني ادم. كان انتشارها الشديد ده سببه تدهور الرعايه الطبيه والصحيه في العالم بسبب الحرب. بعدين الحرب العالميه الثانيه مات فيها من 80 ل 100 مليون بني ادم. الحرب البارده بعد كده البعض بيسميها الحرب العالميه الثالثه ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده، كان في حروب بالوكاله، يعني الاتحاد السوفيتي مثلا ياجر دوله، يعني بالتبسيط الموضوع تحارب دوله ماجراها امريكا عشان ما يحاربوش بعض بشكل مباشر. وكان في سباقات تسلح رهيبه الانسان دفع فيها فلوس رهيبه، وسباقات لغزو الفضاء استهلكت اموال ضخمه جدا، في حين ان كان البشر هنا في الارض بيموتوا من الفقر ويموتوا من الجوع، لكن احنا كل هدفنا النفع المادي بتاعنا وخلاص. بعد كده كمان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونشاه النظام العالمي الجديد اللي هو بتحكمه الولايات المتحده الامريكيه لوحدها، كان لازم يبقى فيه مروج او يعني مبرر لاستمرار الحروب والاستعمار وغزو العالم، فكان الارهاب اللي بسببه لحد النهارده في قوات امريكيه موجوده في الشرق الاوسط وموجوده في اسيا وهكذا. وزي ما قلنا التقدم العلمي ده للاسف تم استخدامه لاقصى درجات السوء، الانسان خده علشان يقهر اخيه الانسان ويدمر اخيه الانسان زي ما الحيوانات بيتصرفوا في الغابه بالظبط. فنشات اسلحه الدمار الشامل زي الاسلحه النوويه، قنبله هيروشيما وناجازاكي اللي انهت الحرب العالميه الثانيه مع اليابان، احدى القنبلتين قتلت 140 الف بني ادم، قنبله واحده 140 الف بني ادم والثانيه 80 الف بني ادم. الاسلحه الكيميائيه، الاسلحه البيولوجيه، الاسلحه العنقوديه وغيرها من الاسلحه، لحد النهارده في سباق تسلح اصلا بين روسيا وامريكا وغيرهم، وفي تطوير مستمر لاسلحه الدمار الشامل. الاتجاهات العقليه مثلا بعضها بيجرم الاسلحه دي تماما، الاتجاهات الدينيه بعضها بيجرم او بيحرم الاسلحه دي تماما، انا ما طورهاش ولا غيري يطورها، لكن الاتجاهات الماديه مستمره في حرب التسليح او حرب التسلح التي لا تنتهي. ولان الوضع ده ما يسرش العدو ولا صديق، بدا يحصل اضطرابات واحتجاجات داخل الغرب نفسه، وبدات تظهر افكار بتنتقد الوضع ده، افكار ضد الراسماليه، ضد العبوديه الجديده او المقنعه زي ما بيسموها، افكار ضد الغزو او الاستعمار اللي كان حاصل اياميها اللي هو ضد الامبرياليه. فظهرت الافكار الشيوعيه. الشيوعية اتولدت أيضا من رحم المدرسة الحسية التجريبية اللي بتقول إن العالم مادي فقط وبتحاول تنكر أي حاجة غير مادية زي الأمور المعنوية والقيم، وإن الإنسان مش قدامه غير العالم المادي ده وغير النفع المادي فقط يحصل عليه في حياته. بعد كده الشيوعية ديت رايحة تنادي بقيم زي المساواة وزي الشيوع، بل حتى زي الإيثار، إن الإنسان هيشتغل وبعد كده هيسيب ربحه ده للآخرين، هياخد على قد احتياجه بس ويسيب روحه للآخرين. فده تناقض، ان هما ما اعترفوش بالقيم في البدايه، بعد كده طلبوا الانسان ان هو يسعى لتحقيق هذه القيم. فمثلا واحد زي كارل ماركس اللي من اهم اعلام الشيوعيين او من اهم منظري الفكره الشيوعيه في العصر الحديث، فلسفته هي الماديه الجدليه اللي بتقول ان العالم مادي فقط وان كل حاجه حوالينا بنفسرها بالماده فقط. بعد كده بيطالب برضو بهذه القيم، قيم المساواه وقيم الايثار وقيم الشيوع. ثانيا الفكره الشيوعيه اصلا مستحيله التطبيق، انك انت اصلا تيجي لمجموعه من الافراد في المجتمع تقول لهم ان مفيش حاجه حواليكوا او في هذا العالم غير الامور الماديه فقط، وان الانسان ما قدموش حاجه يعملها او يكتسبها في هذا العالم غير الامور الماديه فقط والمنافع الماديه فقط، وبعد كده تطلب منهم ان هم يضحوا بالحاجات ديت لاجل الاخرين ويسيبوا نتيجه عملهم للاخرين، فده شيء سيبه مستحيل. انت بتنزع عنهم القيم، بتنزع عنهم الاخلاق، بتنزع عنهم الامور الغيبيه والامور المعنويه، بعد كده عايزهم يضحوا بهذه الارباح الماديه للاخرين، ده شيء مستحيل التطبيق. انتبه ليه اصلا الفلاسفه العقلانيين من قديم الزمن، برضو قالوا ان النظام ده اللي هو نظام المادي اللي بينادي بيه المساواه التامه نظام مستحيل التطبيق، لان الناس في هذا النظام المادي مش هيضحوا اصلا بثرواتهم الماديه، فكل واحد يقدر يكسب اكتر من غيره هيحاول يكسب اكتر من غيره ومش هيسيب حاجه للاخرين، فمش هتحصل حاله المساواه. الشيوعيين نفسهم اصلا لاحظوا او انتبهوا ان نظامهم مستحيل التطبيق، فقالوا المشكله بس ان البشر حاليا مش جاهزين لسه للفكره الشيوعيه،
فاحنا هنعمل فكره وسيطه، حل وسط لحد ما البشر يبقوا جاهزين للفكره الشيوعيه. الحل الوسط ده كان الاشتراكيه. فلو الشيوعيه بتقول ان العامل هيشتغل وبعد كده مش هياخد من نتاج شغله غير احتياجاته بس ويسيب الباقي للمجتمع، فالاشتراكيه بتقول العامل هيشتغل وهياخد نتاج شغله بالكامل، مش هيسيب حاجه منه للمجتمع. لكن الاشتراكيه ايضا ادت لظلم لصاحب الراسمال. دلوقتي العمال اللي في المصنع هم اللي هياخدوا الانتاج، مش صاحب المصنع اللي انشا المصنع واللي جاب الالات واللي شغل العمال دول، لا العمال بس هم اللي هياخدوا الارباح وهم اللي هياخدوا حقهم في المنتج اللي طالع. وده طبعا مش هيخلي حد يروح يعمل مصنع ولا يجيب عمال ولا يجيب الات وهكذا، هيقلل العمليه دي. فتبدا هنا يزداد اهميه الدوله ان هي تعمل هي المصانع ديت وتشغل الناس وهكذا، فيبدا في النظام الاشتراكي تزداد قيمه الدوله وتدخل الدولة بشكل كبير، على عكس النظام الليبرالي اللي كان بيحاول يحرر الفرد بأقصى درجة ممكنة حتى من قيود الدولة. ده غير ان النظام الاشتراكي ده مش هيبقى فيه دفاعية كبيرة للأفراد ان هم ينتجوا ويبدعوا. انا دلوقتي مش هروح ابدع فكرة جديدة واعمل مصنع جديد واعمل حاجة جديدة، ليه اصلا؟ وبعد كده العمال هيجوا ياخدوا الامور دي. فده قلل الابداع في الانظمة الاشتراكية مقارنة بالانظمة الليبرالية. في مشكله كمان حصلت في الانظمه الاشتراكيه بعد كده، ان هي طبعا مع زياده قوه الدوله ومع ان هم اساسا كانوا قايمين كرد فعل ضد الانظمه الليبراليه اللي بتنادي بالحريه، زادت حاله الاستبداد في الانظمه الاشتراكيه. مش بس كده، انا دلوقتي كمان عايز الافراد ينسوا قيمتهم كافراد بدرجه كبيره ويبقوا جاهزين ان هم يضحوا من اجل المجتمع، فانا لازم اعلي عندهم من قيمه المجتمع ده، فهقعد امدح في المجتمع وامدح في الدوله وامدح في الشعب بتاعي، فيطلع خطاب شعبوي وخطاب عنصري شويه بيقول ان الشعب بتاعنا والناس بتوعنا احسن ناس فلازم تضحي علشانهم. وده ادى لنشاه انظمه عرفت باسم الانظمه الاشتراكيه القوميه، انظمه بتحاول تطبق الاشتراكيه ديت وفي نفس الوقت عندها نزعه قوميه شديده جدا بتقول ان احنا اعظم شعوب واحنا اعظم قوميات وهكذا. الانظمه ديت نشات في اوروبا قبل الحرب العالميه الثانيه وكانت من اهم اسباب قيام الحرب العالميه الثانيه. كل نظام طبعا شايف ان بلده وان شعبه هم افضل ناس وارقى جنس وهكذا، زي ما مثلا النازيين كانوا بيعملوا. ولد ايضا من رحم الاتجاه الحسي المادي بعض اكثر الحركات والافكار تطرفا وعنصريه وتخريبا وقتلا على مر التاريخ، زي النازية والصهيونية. الاتجاه المادي بيقول ان العالم مادي فقط، وبالتالي الانسان مجرد جسم مادي فقط زيه زي باقي الحيوانات، لا يتميز عن باقي الحيوانات بشيء، لا يتميز عنهم مثلا بالعقل المعنوي او العقل المجرد زي ما العقلانيين بيقولوا، ولا بيتميز عنهم بان ربنا نفخ فيه من روحه وان الملائكة سجدوا له زي ما المتدينين بيقولوا، لا هو مجرد جسم مادي زيه زي باقي الحيوانات والمفروض يعيش زي باقي الحيوانات. الكلام ده بيترتب عليه افكار خطيره، فمثلا من هذه الافكار الخطيره حاجه اسمها الداروينيه الاجتماعيه اللي اتكلم عنها دكتور عبد الوهاب المسيري. داروين كان بيقول ان الحيوانات في الغابه في حاله صراع دائم من اجل البقاء، وان اللي بيبقى وبيستمر فيهم هو الاصلح، البقاء للاصلح اللي عنده قدره اكتر على التاقلم مع العالم المادي اللي هو عايش فيه، لكن الضعيف او اللي غير قادر على هذا التاقلم بيموت، وده افضل للطبيعه وافضل للغابه وافضل للحيوانات علشان ده بيخلي الاقدر والاحسن نسله هو اللي بيستمر، لكن الضعيف بيموت. البعض اخذ الكلام ده وحاول يطبقه على المجتمعات الانسانيه، فنتج عن كده افكار غايه في العنصريه والتطرف. فبيقول ان الانسان برضه في حاله صراع دائم مع اخوه الانسان من اجل البقاء، وبالتالي الحركات دي هتبقى في حقيقتها حركات تدعو للحرب والدمار وقتل الاخرين، زي ما شفنا مثلا في النازيه والصهيونيه. تاني حاجه شايفين ان البقاء للاصلح، الاقدر على ان هو يعيش في هذا العالم المادي والاكثر تطورا ماديا، وطبعا كل واحد فيهم شايف ان هو الاصلح. فالصهيونيه مثلا بتقول ان اليهود او الصهاينه هم ارقى خلق الله وان الباقي وخاصه العرب احط منهم. النازيه برضو كانت بتقول ان الجنس الاري او الشعب الالماني هم ارقى خلق الله وان باقي الشعوب والاجناس احط منهم وهكذا. ثالث حاجه ان هذه الاجناس الراقيه طبعا في وجهه نظرهم هي اللي تستحق البقاء، وبقائها وبقاء ذريتها وبقاء نسلها دي حاجه في مصلحه البشريه ومصلحه التاريخ، لان ده هيؤدي للتطور والرقي، بينما الضعفاء اللي حواليهم دول من الافضل ان هم يموتوا عشان ما يملوش العالم بالضعف والخراب والنسل الضعيف. وبالتالي هم لما بيقتلوا الاخرين بيشوفوا ان هم بيعملوا حاجه ساميه وحاجه راقيه، ان هم بيطهروا العالم من هؤلاء الضعفاء. فطبعا افكار غايه في التطرف وغايه في العنصريه وغايه في السوء. الصورة اللي قدامنا الصورة لمجازر أو مجزرة دير ياسين اللي قامت بها العصابات الصهيونية في 1948 أثناء النكبة الفلسطينية. في هذا الوقت طبعا وفي العصر الحديث ظهر مجموعة من المفكرين اللي بينادوا بأفكار المنهج المادي ده وبينتصروا لها وبينظروا لها. أحد أشهرهم كان فريدريك نيتشه اللي عاش من 1844 ميلادية ل 1900 ميلادية. نيتشه كان مفكر وأديب ألماني نشأ في بيئة مسيحية متدينة، لكنه طبعا قام ثار على كل الحاجات ديت ورفض الأمور الغيبية والأمور الدينية والأمور القيمية وهكذا. شخصيته كان فيها نوع من أنواع الاضطراب النفسي شوية، يعني مثلا كان بيحب مرات صاحبه
لكنه هو كان ضعيف، ما كانش قادر ان هو ياخد خطوة تجاه مرات صاحبه ويخون صاحبه مع مرات صاحبه، فبدأ يعبر عن حاجات في كتاباته بناء او نتيجة لهذا الموقف، زي ان هو ينتقد الضعف البشري، الضعف البشري اللي بيخلي الانسان من وجهة نظره ما يمشيش مع غرائزه وشهواته، فما يروحش يخون صاحبه مع مرات صاحبه. فبدأ ينتقد القيم، ينتقد الأخلاق، ينتقد الضعف البشري بالشكل ده عشان كان عنده مشكلة شخصية مثلا. ده كان وجه من أوجه الاضطرابات اللي موجودة في شخصيته. فكره طبعا كان بينادي بالأفكار الحسية التجريبية اللي لا تعترف إلا بما تراه الحواس. فمثلا كان بيقول لا أريد أن تتجاوز تصوراتكم حدود الحواس. فكان بينادي ان الاداه الاساسيه للمعرفه هي الحس، وان المفروض افكار الانسان لا تتجاوز الامور اللي بيشوفها بالحواس. تاني حاجه برضو كان شايف طبعا ان العالم مادي، بل انه ليه مقوله بيقول ان الاله قد مات، والمقوله ديت قصده بيها بكل بساطه ان الانسان ما عادش محتاج للعالم الغيبي باكمله، الاله وكل العالم الغيبي. بعض الماديين شايفين ان الانسان كان في البدايه محتاج للاله علشان كان بيشوف ظواهر مش عارف يفسرها في الكون، فكان بيقول ان الظواهر ديت اللي عاملها هو الاله، لكن دلوقتي طبعا احنا اتطورنا حسيا وتجريبيا وبقينا عارفين تفسير كل الظواهر فما عدناش محتاجين للاله. طبعا ده تفسير قاصر، لان الادله على وجود الاله العقليه كثيره جدا ومش مرتبطه فقط بالظواهر اللي الانسان مش فاهمها. تاني حاجه كانوا بيقولوها برضو ان الانسان مثلا كان بيبقى خايف من بعض الظواهر الطبيعيه فبيروح يلجا لقوه عظمى واللي هي الاله يخترعها ويعبدها وهكذا عشان تحميه من الظواهر دي، لكن دلوقتي بقى بيعرف يسيطر على الطبيعه اكتر فما عادش محتاج الاله وهكذا. وبالتالي ديت من الامور المركزيه في الفكره الماديه، وهي رفض الغيبيات وخاصه رفض وجود الاله والاكتفاء بالتقدم الحسي التجريبي في اكتشاف العالم المادي من حوالينا. ثالث حاجه كان بيقول ان الانسان مجرد حيوان، كان بينكر الجانب العقلي والجانب المعنوي في الانسان والجانب الروحي، وكان بيقول ان الانسان مجرد جسد حيواني عنده غرائز وعنده شهوات يجب ان يطلقها زي الحيوانات بالظبط، وان سعاده الانسان في ان هو يعيش زي الحيوانات، يطلق غرائزه ويطلق العنان لشهواته. السعاده الانسانيه هي في الشهوات وفي الجموح الشهواني. وكمان التفوق الانساني والانسان الكامل والسوبرمان هو الانسان الارقى ماديا والاكثر تطورا ماديا والاقوى ماديا وهكذا. طبعا افكاره ديت نشا عنها برضو افكار عنصريه شديده، زي فكرة برضو تميز الجنس الآري أو الشعب الألماني على غيره من الشعوب، فكان بيميز الشعب الألماني عن غيره من الشعوب، بيحتقر مثلا الشعب الإنجليزي وشايفه شعب أي كلام. الاتجاه المادي في حقيقته أصلا زي ما اتكلمنا هو اتجاه يعني عنده بذرة العنصرية بشكل قوي جدا. إحنا مثلا لما تيجي فكرة عنصرية زي إن الأبيض أرقى من الأسود أو إن الأوروبي أرقى من الأفريقي، إيه سبب الفكرة العنصرية دي؟ سببها إن إحنا بنحكم على البشر دول عن طريق الحس، إن إحنا بنشوف الأبيض لونه أبيض والأسود لونه أسود فنقول الأبيض مثلا أحسن من الأسود، أو إن الجمجمة الأوروبي شكل ليها شكل معين وجمجمة الأفريقي ليها شكل معين فنحكم إن الأوروبي أفضل من الأفريقي. وبالتالي أصلا الفكرة العنصرية الموجودة في العصر الحديث نشأ بشكل أساسي من الحكم الظاهري السطحي الحسي على البشر. جنونه ووفاته. آخر أيام نيتشه كان عاش فيها حالة من الجنون وحالة من الأمراض العصبية والعقلية اللي انتهت بوفاته. يقال إن سبب الأمراض اللي جات له ديت وسبب جنونه وفي النهاية وفاته كان مرض الزهري، وده مرض جنسي بينتقل بالعلاقات الجنسية غير الآمنة. بيقال برضو إن سبب جنونه كان ممكن أفكاره الشاذة وأفكاره المضطربة وشخصيته المضطربة هي اللي أدت في النهاية ليه جنونه. وسواء كانت السبب وفاته هو مرض الزهري أو أفكاره، ففي الحالتين كان سبب وفاته هو الأفكار المادية، لأن الزهري مثلا اللي خلى منتشر في أوروبا في هذا الوقت وغيره حتى من الأمراض الجنسية اللي لسه منتشرة بشكل كبير في العالم، كان سبب انتشارها الأساسي هو المنهج الحسي التجريبي اللي نادى بالتحرر الشديد على المستوى الأخلاقي، ونادى بالتحرر بقى من الأديان ومن الأخلاق ومن الزواج الكاثوليكي ومن الحاجات دي كلها، وإن الإنسان يمارس علاقات جنسية حرة بدون أي قيود، فده أدى لانتشار الأمراض الجنسية على نطاق واسع، منها الزهري اللي ممكن يكون أدى لوفاة نيتشه. وبالتالي في الحالتين سواء اللي قتله وجننه هو الزهري أو أفكاره، فكان هو ضحية المنهج المادي اللي قتل صاحبه.